السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي طلاب الصف السابع، الله يعطيكم العافيه. اذا خلصنا في الدرس الماضي اللي هي درس التناسب، اليوم في معنى اللي هي العلاقات التناسبيه. العلاقات التناسبيه، ما معنى العلاقه التناسبيه؟ العلاقه التناسبيه هي عباره عن علاقه تربط بين الكميتين بحيث يكون المعدل متساوي للجميع، بحيث يكون المعدل متساوي للجميع. طب كيف نحن بنطلع المعدل؟ نقسم البسط على المقام او المقام على البسط، يعني اذا قسمت البسط على المقام او المقام على البسط للجميع وطلع متساوي معناه بتشكل تناسب. طيب خلينا نيجي ناخذ مثال. الان قرات او سجلت سلوى العلاقه بين عدد الصفحات وعدد الدقائق، يعني قديش صفحه بقديش دقيقه ربطت فيها علاقه، كانت العلاقه بين عدد الصفحات وعدد الدقائق مبينه بالجدول التالي. دقيقتين بتقرا فيه خمسه، ست دقائق بتقرا فيه 15، 18 دقيقه بتقرا فيه 45، 54 دقيقه بتقرا فيه 135. هل هذا الجدول او هاي العلاقه هل تشكل تناسب ولا لا تشكل تناسب؟ شو بنساوي؟ بنقسم اما البسط على المقام او المقام على البسط. راح تلاحظ انه يا اما الكميات بتكون متساويه او الكميات بتكون غير متساويه. اذا كانت الكميات متساويه لما اقسم هاي على هاي وهاي على هاي وهاي على هاي وهاي على هاي كانت نفس النتيجه، معناته هي علاقه تناسبيه، علاقه تناسبيه. اذا كان النتيجه مختلفه هاي على هاي وهاي على هاي معناته ليست علاقه تناسبيه، ليست علاقه تناسبيه. طيب خلينا نشوف الاول، نيجي للسؤال الاولى، خمسه تقسيم اثنين وتساوي اثنين ونص. لما نقسم خمسة تقسيم اثنين اثنين ونص، كمان لما نقسم 15 تقسيم ستة ويساوي اثنين ونص، هاي كمان طلعت عندي. لما نقسم كمان 45 تقسيم 18 ويساوي اثنين ونص. لما نقسم 135 على 45 ويساوي 105 تقسيم 54 وتساوي 2.5. إذا هاي العلاقة هي علاقة تناسبية، هاي العلاقة علاقة تناسبية. إذا هذه العلاقة تمثل تشكل تناسب، من هون نكتب تمثل أو تشكل تناسب. تشكل تناسب، ليش؟ لأنه لما قسمت الخمسة على اثنين البسط على المقام أو المقام على البسط، لو قسمت اثنين تقسيم خمسة 4/10، ستة تقسيم 15 4/10، 18 تقسيم 4/10، هاي تقسيم هاي 4/10. راح تلاحظ إنه لو قسمت البسط على المقام أو المقام على البسط راح تكون كل النتيجة متساوية، راح تكون نتيجة شمالها متساوية. قسم اثنين تقسيم خمسة 4/10، قسم 6 تقسيم 15 4/10، قسم 18 تقسيم 45 4/10، نفس النتيجه راح تكون متساويه. اذا هاي تشكل ايش؟ تشكل تناسب. خلينا نشوف الثاني، تقوم خلود بتوفير دينارين كل ثلاث ايام، كل ثلاث ايام توفر دينارين. نيجي الان نعمل جدول لهي العلاقه، الان عدد الايام والمبلغ. عدد الايام ثلاث ايام قديش حكينا؟ دينارين. طيب كمان ثلاث ايام بتصير دينارين أربعة، كمان ثلاث أيام بتصير ستة، كمان ثلاث أيام بتصير ثمانية، لأن كل ثلاث أيام بتوفر دينارين. الثلاث أيام الأولى دينارين، الثلاث أيام الثانية دينارين، إذا ست أيام أربع دنانير، بتسع أيام ست دنانير، ب 12 يوم ثمان دنانير. طب هل هذه العلاقة تشكل تناسب ولا لا تمثل تناسب؟ نيجي إما تقسم البسط على المقام أو المقام على البسط، زي ما بدك، يعني راح تكون النتيجة متساوية. نيجي الآن ثلاثة تقسيم اثنين وتساوي واحد ونص. لو قسمنا ستة تقسيم أربعة بيطلع عندي واحد ونص. لو قسمت تسعة تقسيم ستة بيطلع عندك واحد ونص. ولو قسمنا 12 تقسيم ثمانية بيطلع عندنا واحد ونص. إذا هاي كمان تشكل، هاي العلاقة إذا تشكل تناسب، إذا علاقة تناسبية، علاقة تناسبية. وهون نكتب كمان علاقة تناسبية، إذا العلاقة
بين عدد الصفحات بالغلط علاقة تناسب، والعلاقة بين الأيام والمبلغ الموفر هي علاقة تناسب. طيب هذا أعطينا مثالين واضحة جدا. خلينا نيجي الآن نأخذ أول سؤال بالصفحة 18 اللي هو أنا حقق من فهمي صفحة 18. ما تسوي لي جدول هنا، هذا الجدول يمثل العلاقة ما بين طول الإنسان وعمر الإنسان. معطيه إذا كان العمر 4 يكون طوله 6، إذا كان العمر 6 يكون طوله 1.1، 9.1، 12.1. طيب أنا حتى أشوف هاي العلاقة هل هي تمثل التناسب ولا لا تشكل التناسب، بدي أقسم المقال البسط على المقام. 4 تقسيم 1 4. طيب 6 تقسيم 1.1 5.45، 9 تقسيم 1.3 6.9، 12 تقسيم 1.8. لاحظ الكميات شمالها غير متساوية. إذا نحكي هون 12 تقسيم 1.5 تساوي قديش؟ 8. كمان 9 على 1.3 تساوي 6.9، كمان 6 على 1.1 تساوي 5.45%، وآخر شيء هي 4 على 1 تساوي 4. لاحظ هون الكميات غير متساوية، الكميات جمالها غير متساوية. لما قسمت البسط على المقام، بسط على مقام، بسط على مقام، بسط على مقام، وطلعت النتائج جمالها غير متساوية، إذا هاي العلاقة لا تشكل تناسب. إذا العلاقة ليست علاقة تناسبية، ليست علاقة، نكتب هون، ليست علاقة تناسبية، ليست علاقة تناسبية. إذن هيك أنا بحدد هل تشكل هذه العلاقة تناسب أو لا تشكل تناسب. إني أنا أقسم البسط على المقام أو المقام على البسط لازم يطلع عندي النتيجة متساوية. لاحظ لو قسمت البسط على المقام أو المقام على البسط راح يكون متساوي، وقلنا نفس الشيء بسط على المقام أو المقام على البسط راح يكون النتيجة متساوية. هون طلع قسمنا البسط على المقام طلعت 8، وهون طلعت 6، وهون طلعت 5، وهون طلعت 4. إذا ليست علاقة، ليست علاقة تناسبية، ليست علاقة تناسبية. إذا أنا الآن باجي وبحدد إنها علاقة تناسبية أو ليست تناسبية من خلال القسمة البسط على المقام. لاحظ أنت هون بين فرق بين أول واحد وثاني واحد قديش؟ طلع 2 ضرب 3 6، 6 ضرب 3 18، 18 ضرب 3 54، هون 5 ضرب 3 15، 15 ضرب 3 75، 75 ضرب 3 135، هون نفس الشيء 3 ضرب 2 6. طلع الفرق قديش؟ فرق 3 3 زائد 3 6، 6 زائد 3 9، 9 زائد 3 12، لأن الأيام كل مرة بنزيد 3. هون المبلغ 2 زائد 2 4 زائد 2 6 زائد 2 8، في علاقة لكن لاحظ واحد ما في علاقة بين الأربعة والستة 2، ما في علاقة بين الستة والإيش؟ والثلاث، لأن هون زائد 3 9، هون زائد 3 9، لكن هون زائد 2. إذا العلاقة ليست إيش؟ ليست متشابهة بين الأعداد. نفس الشيء تحت 1.1 فرق 1.1، هون فرق 2.1، هون فرق 3.1. لاحظ إنه أنا قاعد إيش؟ قاعد بزيد كل مرة واحد رقم يختلف عن الآخر. إذا هاي لا تشكل علاقة تناسبية، بينما هاي مثال أو مثال تشكل إيش؟ علاقة تناسبية، وبنكون هيك شرحنا معنى العلاقة التناسبية وكيف أنت بتحدد هل هي علاقة تناسبية أو ليست علاقة تناسبية. والله أكبر.